سيادتك، ختاما العقوبات اللي ان شاء الله متوقع تكون داخل هذا القانون، الحد الادنى والحد الاقصى وبعض التفاصيل الصغيره فيها. هو طبعا القانون اتكلمنا في العقوبات فيه بأنها بتبدأ من شهر وغرامة 10,000 جنيه في بعض الأمور، يعني غرامات مالية. وكان الهدف من النزول بالعقوبة إلى عقوبات صغيرة أن القانون بيتطبق لأول مرة في مصر، وان التجديد في العقوبه، مع ان انا مع التجديد في امور الامن القومي زي اثاره الفتن، زي الجماعات الارهابيه في الاخبار، نشر اخبار كاذبه تفيد التضليل وتفيد يعني اثاره البلبله بين طوائف الشعب المصري، الامور اللي تمس الامن القومي اعتقد ان احنا هنشدد فيها. لكن بيميل حتى مقرر القانون وجميع النواب الى ان العقاب يكون عقاب متعادل ما بين الجرم والجريمة، على أساس أن القاضي ما يلاقيش أن العقاب شديد فيميل للبراءة، لأن دائما القاضي المصري يفسر بشكل صالح المتهم ويميل للبراءة في العقوبات الشديدة. فإحنا بنحاول نعمل عقوبات متوازية، وأعتقد أن الحبس بداية بشهر، ده كلام بسيط جدا جدا، يخلي إن شاء الله قضاتنا المحترمين. وأقصى غرامة هتكون قد إيه يا فندم؟ والله الغرامات لحد دلوقتي يعني اقصى غرامه كانت 10,000 جنيه في بعض البنود، لكن احنا لسه بقى هنفسر القانون ماده ماده وهنرتفع بالغرامات، خصوصا ان كان في بعض النواب بيطالبوا بارتفاع الغرامات في الجرائم اللي هي الماليه، زي مثلا سرقه التردد بتاع القنوات، ان انا ممكن اسرق التردد وابث منه وادفع غرامه رغم ان التردد اصلا يكلفني كتير يعني. ففي امور هيبقى فيها شيء من التوازن، لكن أقصى شوية مدة هتبقى الحبس شهر. لا دي أقل يا فندم، أقل مدة. طب أعلى مدة هتبقى قد إيه تقريبا؟ لا، في جرائم المفروض يوصل فيها الحكم للمؤبد. للمؤبد يعني؟ آه طبعا، يعني هنبدأ بالحبس شهر وصولا إلى المؤبد، وهنبدأ ب 10,000 جنيه وصولا إلى أرقام تانية حضراتكم هتحطوها لسه. طبعا طبعا، لأن التحريض مثلا على الفعل هو بيمثل الفعل الأصلي، يعني اللي بيحرض على قتل ثم تقع الجريمة، فهو شارك في هذا القتل، ده أمر طبيعي يعني حتى بره الجريمة الإلكترونية. تمام، أنا بشكر حضرتك، نورتنا، شكرا جزيلا سيادة النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب. والحقيقة كانت وقفة دقيقة جدا، ولازم تكون موجودة معنا في صباح دريم بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وإحنا عندنا بقالنا فترة طويلة ناس بتطالب بالموضوع ده، وناس تضررت وناس اشتكت وناس تعرضت لأزمات كبيرة وناس تعرضت لفضايح كبيرة، قصص ومشاكل كتير حصلت من عدم وجود قانون ضابط لتناول المعلومات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا المتاحة حاليا في مصر. ففكرة هذا القانون هي خطوة إيجابية، ولكن إن شاء الله نتوقع يعني بإذن الله أن تخرج بشكل مظبوط وقوي ومناسب لتطورات العصر التكنولوجي، وكمان مناسب لثقافة الشعب المصري، وده اللي إن شاء الله هيكونوا حريصين عليه بإذن الله نتوقعه، وهنتابع مع حضراتكم صدور هذا القانون قريبا.